حمدي يا حمدي يا ابو العيون السود يا حمدي. انت كده خليتني بقى تبع الفنانين ولا ايه؟ الاغنيه دي قلبت مصر كلها. لا كلها لا انا مبسوط. نوح صوته حلو قوي ما شاء الله. لا صوته حلو ازاي؟ جميل. في من نور من عمر الشريف. طبعا. لا انا بس انا كنت مبسوط بوجودك ووجود قناه النادي الاهلي طبعا، والتكريم في حد ذاته حاجه يعني وفاء، فكنت مبسوط جدا في الحلقه، وعشان كده اتكلمت مع حضرتك طبيعي لانك لعيب كره برضو هداف زينا وكده. انت نجم كبير يا كابتن منور النادي الاهلي. كابتن رفعت رجب حسنين الشهير بريعه، نور بيتك النادي الاهلي. الله يخليك، ده نوركو كده، وانا سعيد جدا جدا جاي النهارده. انا سايب والله حفل عائلي فيه 70-80 فرد، بس جاي بيتك النادي الاهلي، فقلت اجي لا الاول عشان ما حدش يزعل، ده بيتي. ده طبعا انا قلت كده في الحلقه كمان. عجبتك الحلقه؟ والله انا يعني ردود الافعال كانت ايه؟ كل الناس بتكلمني يعني يعني منبهره من الحمد لله من الشكل الحلقه، ومشيقه جدا، معلومات غزيره، حاجات موثقه كتير يا كابتن اسامه، فبشكركم كلكم يعني جهد كبير جدا. وبشكر اصلا النادي الاهلي على هذا البرنامج الفريد في مصر، اللي بيرجع الروح الرياضيه وينبذ العنف وينبذ التعصب، وعشان الناس بقى مصر تبقى ايد واحده. مصر دي ام الدنيا، هتبقى قد الدنيا ان شاء الله. واحنا اللي بنشكرك ومنور بيتك النادي الاهلي. كل سنه وحضرتك طيب. طيب حبيبي. كابتن هشام عبد الرسول نجم المنيا ومنتخب مصر السابق منور النادي الاهلي. انا سعيد جدا. النادي الاهلي يعني حاجه جميله بتفتح النفس طول عمره باستقباله بناسه وببطولاته بتاريخه. بشكركم جدا على الفرصه العظيمه ديت يا اسامه. قول لي بقى رايك في برنامج رد الجميل لما اتذاع وتجمع بقى كل النجوم من كل الانديه. في الحقيقه مفاجاه كبيره جدا، وحاجه مش انا بعتبرها يعني مبادره من النادي الاهلي والقائمين على وقناه النادي الاهلي واسره البرنامج كلها. ومفيش شك ان انا شخصيا على مستوى شخصي بتابع الحلقات بتاعته، وببقى سعيد جدا بالنجوم والناس الكرويين والاجتماعيين ومن مجالات مختلفه انكم بتدوهم فعلا نظره اهتمام، لانهم كانوا يستحقوا النظره ديت يعني. طب قول لي بقى اخر مره دخلت فيها النادي الاهلي، خاصه النهارده واحنا موجودين النهارده في الفطار، موجود معانا الكابتن محمود الخطيب كمان نجمنا طبعا. وكابتن الخطيب تاريخ كبير جدا ونموذج مشرف لكل رياضي ولاعب كره القدم خاصه، والاداره كمان بهنيه على كل اللي انا شايفه جديد ده في النادي الاهلي وعلى بطولاتهم، وان شاء الله مزيد من البطولات والتجديد. وبشكره جدا على الدعوه الكريمه دي اللي انا بيها في النادي الاهلي اللي وحشني جدا، واللي تقريبا دي لي 12 سنه بعد 12 سنه بدخل النادي الاهلي. يعني شوف النهارده ومنور في النادي الاهلي. كل سنه طيب. شكر جدا، كل سنه وانتم طيبين. اتفضل يا كابتن. بشكرك جدا جدا. اتفضل يا كابتن. كابتن محمود حسن نجم الترسانه الكبير، برغم ان احنا ما سجلناش مع حضرتك في برنامج رد الجميل، لكن كنا حريصين تكون موجود معانا النهارده في الافطار، ويعني ده حرص من الكابتن محمود الخطيب كمان. لا لا الف شكر كابتن، وانت عارف الكابتن محمود ده زميل عمره وراجل محترم وكبير يعني. مش منور النادي الاهلي يا كابتن. لا خليك بقى. شايف التجمع النهارده بقى، هتشوف نجوم من الاهلي والزمالك والترسانه والاسماعيلي والمقاولين، كل النجوم الكبار دول هتشوفهم في النادي الاهلي النهارده، شايف التجمع ده ازاي؟ لا دي لفته جميله جدا، ودي دي 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 ده اصل النادي الاهلي. النادي الاهلي اصلا يعني من ايام الكابتن صالح سليم ليه سياسه ماشي عليها، ما حدش بيجي كده ولا كده. وبعدين نادي الترسانه ده طبعا مؤسسه يعني كبيره، طلعت كبيرة نجوم كبار لمنتخب مصر. مؤسسه كبيره وانت منورنا يا كابتن في النادي الاهلي، وكل سنه وحضرتك طيب. لا خليك. اتفضل يا كابتن.
منوره كابتن فتحي بيتك النادي الاهلي. كل سنه وانت طيب وانت منور ومنور البيت ومنور الاهلي، والاهلي دايما منور على طول. قول لي عجبك بقى فكره برنامج رد الجميل؟ اه طبعا انا اتفرجت على كل الحلقات ورد فيه مش انا، يمكن اكون انا يعني شهادتي مجروحه ناس كتير قوي لانها توقيتها حلو، لا في مسلسلات ولا في حاجه ولا توابع ولا برامج يعني. فانت بتاخدها في الناس تتسلى وتطلع على الفطار على طول. دلوقتي في مفاجات حلوه، دلوقتي هتشوف نجوم برضو معانا موجودين دلوقتي على الفطار. شايف بقى النادي الاهلي وهو بيجمع كل النجوم دي، اهلي وزمالك واسماعيلي وتوسان وموريد في النادي الاهلي، ما هو نجاح برنامجك يا اسامه من ان انت شكلت، انت لميت كل برامج اللي المفروض البرامج الرياضيه كلها حطيتها في برنامجك. ازاي؟ انك جمعت كل المصريين كل المصريين كل الانديه، فانت جمعت كل النماذج الحلوه المشرفه والعلامات المميزه واجيال مختلفه. يعني ما جبتش جيل واحد، انت يعني تفننت في الاجيال ولميت المحافظات. يعني حاجه مشرفه وربنا يوفقك. كل سنه وانت طيب يا كابتن. اتفضل يا كابتن، اتفضل. كابتن جمال عبد العظيم منور بيتك النادي الاهلي، ده انت اللي منورنا يا كابتن. السنه اللي فاتت كان عندك ظروف ما حضرتش معانا افطار برنامج رد الجميل، السنه دي كنا حريصين انك تكون موجود معانا في السنه الثانيه. احنا اللي بنشكرك وكل سنه وانت طيب يا كابتن. اتفضل يا كابتن جمال.